السلطة اللي حصل لما حصل قانون 96 لسنة 92 استغل القانون ده لصالح نفسه وراح استولى على أراضي أغلب أراضي أوطة قارون والأبعادية والقرى المحيطة بيها تحت دعوة إن هي أراضيهم وزور لنفسه وبناء عليه الناس خد الأراضي حتى في ناس ما وقعتش التنازل. بعد كده اللي حصل لما 2011 الناس خدوا أراضيهم اللي هي حقهم في 2011 لما قامت الثورة الناس خدت أراضيهم اللي هي ما زالت حتى باسمهم. اللي حصل إن هو دلوقتي بيعمل إيه؟ هو مش قادر يستلموا الأراضي بس هو كل اللي يخليهم يسيبهم يزرعوا طلعوا المحصول ويروح عامل محضر سرق المحصول بتاعه اللي هو ما كانش له علاقة بيه خالص. فعلى أساس إنه يضغط عليهم هو دلوقتي بيعمل محاولات عيلة يوسف وادي بتعمل محاولات للضغط عليهم علشان يوصلوا الناس اللي شغالة معاه هي اللي بتشهد عليهم عبر مجموعات من الناس اللي شغالة معاهم. الفساد كله طالع من الإصلاح الزراعي. الاصلاح الزراعي اللي كان بيطلع الطاهيين دول يقول لهم تعالوا ارفعوا قضايا كانوا بيستندوا على اي قانون او اي قرار يعني قرار مجلس اداره قرار وزاره الاصلاح الزراعي قرار لجنه وندعوا عليهم عشان يرفضوا منهم يرفعوا قضايا على المنتفعين. المفروض هيعمل الاصلاح الزراعي تمضي العقد وتسجل وتديه وتبعته بجواب مسجل في ايده وتقول لي الفلاح ما بعتوش سداد. الحاجه الثانيه 210 فلاح دول احنا في 96 97 كان سيادة الرئيس جنزوري رئيس وزراء عمل قرار بان الملاك اللي هم طاهر بيه اللوزي وكنت عديد صاحبي وخواجه مشيل ودول ناس ايطاليين كانوا واخدين مساحات شاسعه من الاراضي واحنا كنا دارعين فيهم. انا عارف كويس قوي ان كان شارف الدم بجنيه واحد وواحد مسجل. احنا صلحنا الارض كانت خريزه صلحوها ابائنا واجدادنا صلحوا الارض وخدوها وبقت معانا دار دول الملاك الكبار دارنا في دار قاعد معانا اكثر من 70 سنه. بعد 70 سنه جه قرار الجمزوري قال لك ايه يعرض الارض ترجع لاصحابها لكن الدوله قالت لنا الرئيس السابق محمد بن مبارك قال ان احنا هندي لكم ارض بديله لكل فلاح بيت وفدانين ما تقولناش دول كانوا ال 210 اسره ده هم كانوا 70 اسره بس فوق 210 اسره عاوزين ارض ما عندهمش اي حاجه يعيشوا منها معدمين عاوزين ارض من الاسريس بيستصلحها المليون فدان ويدرج اسمائهم عشان يعيشوا يدرج اسمائهم وما احناش واخدين الارض ببلاش مش هناخدها ببلاش احنا هناخدها بالثمن ولكن يقسط الثمن على كام؟ على 40 سنه زي اللي قبل مننا يقسط الثمن على 40 سنه